اهلا بيكم، معكم مهندس مينا ومع خامس فيديو في سلسله الكترونيك فروم بيزك. احنا في السلسله دي بنشرح فيها الالكترونيات من الصفر وبنعلم كل حاجه عملي ونظري، بنشتغل عشان نكون فاهمين كل حاجه. والفيديو بتاع النهارده احنا عايزين نتكلم فيه على الريلي واستعمالاته المختلفه وميزاته وعيوبه. عايزين نعرف برضو ايه المشاكل في الريلي وليه في ناس مش بتفضله. هنعرف ازاي نوصل اردوينو مع ريليات وازاي ممكن نستعمله. نشوف انواع مختلفه من الريلي، يعني اللي انت شايفه ده صغير جدا ده ريلي، وكمان ده ريلي، ففي انواع كتير مختلفه منه هنشوفها النهارده. فخليكم معانا كده ويلا نبدا. اول حاجه احنا محتاجين نعرف ايه هو الريلي. الريلي ده عباره عن مفتاح زي ما انت شايف بالشكل ده، في طرفين دول بتوصل عليهم الحمل، وفي الطرف ده اللي بتخش عليه الكهرباء. بطريقه ان احنا ممكن نسحب المفتاح ده لتحت، ممكن نوصل الكهرباء ونخليها تخش هنا، تخش على الحمل بتاعنا. يعني لو عندنا هنا مثلا بطاريه، في هنا عندنا حمل مثلا زي لمبه عاديه، بمجرد ما انت هتشد المفتاح ده بايدك هتوصل الكهرباء وهتوصل اللمبه وهتشتغل. جميل جدا. طيب هل احنا محتاجين نشغل المفتاح ده بايدنا؟ لا، في ريلي في جواه زي عباره عن ملف كده صغير، الملف ده ملفوف على قلب حديد. قلب حديد ده اول ما بيخش كهرباء للملف بيبقى مغناطيس، فهو اللي بيسحب الدراع ده لوحده وبيشغل لي الحمل. في طرفين، لو انا ما اديتش الريلي ده اي كهرباء بيكون متوصل هنا والكهرباء بتخش من البدايه وبتوصل للحمل اللي موجود هنا. طب لو اديت كهرباء يبقى توصل للحمل اللي موجود هنا، وبالتالي ممكن انا يكون عندي حملين. لو انا مدي كهرباء ريلي اشتغل الاولاني، مش مدي هيشتغل الحمل التاني. زي المنظر اللي انت شايفه ده، احنا هنا معانا لمبه ومعانا هنا ملف. اول ما بندي كهرباء للملف بيشتغل وبيشغل اللمبه، اول ما نفصل المفتاح ده بيفصل. وبكده احنا قدرنا نستعمل الريلي ان احنا نعمل نتحكم في الحمل بتاعنا. ببساطة زي ما قلنا هو عبارة عن سويتش مفتاح، تمام؟ طيب في أشكال كتيرة ليه في السوق. في أشكال مثلا زي ده بيسموه في السوق ريلي تلات أطراف، زي ما أنت شايف أهو، أدي تلات أطراف الحمل اللي إحنا شفناهم، ودول بتوع الملف بتاعنا. طب في حاجات بالمنظر ده هنلاقي فيها مثلا حوالي تمن أطراف. أول طرفين دول إحنا عارفينهم بتوع الملف زي ما أنت شايف في الصورة، هنشوف عملي دلوقتي. في عندنا ست أطراف تاني، هنا الطرف ده بيشتغل مع ده ومع ده، ونفس النظام في الناحية التانية، التلاتة دول مع بعض. لما احنا ندي كهرباء هنلاقي مثلا ده توصل مع ده وهناك برضو توصل مع ده، يبقى احنا بنشغل حمل بس طرفين، يعني احنا ممكن نتحكم في الطرفين رايح جاي، تمام؟ بالمنظر اللي انت شايفه ده اهو، اول ما بندي كهرباء اشتغل الطرف الاولاني، شلنا الكهرباء اشتغل الطرف التاني. والطرف اللي بيكون واصل على طول بنسميه نورمالي كلوزد، والطرف اللي بيحتاج كهرباء بنسميه نورمالي اوبن. ليه بنسميه نورمال كلوزد؟ لان من غير اي كهرباء للملف هو شغال لوحده، فده نورمال كلوزد يعني طبيعي، هو مقفول لوحده بدون اي كهرباء بدون اي حاجه. اول التاني ده نورمال اوبن. يعني ايه نورمال اوبن؟ يعني لازم في العادي بتاعه هو ما فيش كهرباء بتعدي فيه، اول ما تيجي كهرباء في الملف هو هيشتغل ويدينا كهرباء تعدي فيه، تمام؟ طيب خلينا نشوف كده شكل تفصيلي ليه. الريلي تفصيليا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ملف، تمام؟ طبعا في اشكال تانية غير الملف هنشوفها دلوقتي وهنشوفها برضو عملي. الملف ده اول ما بتجيله كهرباء، الكهرباء دي بتشغل معانا بتشغل معانا القلب ده، في حديدة في النص يحصل انجذاب، تقوم هنا يتحركوا مع بعض يقفلوا، يعمل هنا شورت. اول ما يعمل هنا شورت هتشتغل اللمبة دي. ميزة الريلي ان هنا انا عندي فصل كامل كامل تماما بين الدايرة بتاعت التحكم وبين الدائره بتاعه الحمل. يعني انا هنا ممكن الريلي ده يكون بيشتغل بخمسة فولت والحمل ده يكون مثلا ألف فولت، مفيش بينهم اي تيار بيعدي، فصل او عزل كامل بين الحمل ده وبين الحمل ده، تمام؟ خلينا نشوف حاجه تاني. ايه انواع بقى الريلي؟ في حاجه اسمها ريد ريلي اللي انا وريته لك في اول الفيديو. ايه الريد ريلي ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما انت شايف كده انبوبه صغيره مفرغه من الهواء، وفي حديدتين صغيرين من جوه. اول ما انا احط عليها ملف واديله كهرباء يعمل مجال مغناطيسي يلمسوا بعض، اول ما يلمسوا بعض في كهرباء هتعدي من الاتجاه ده للاتجاه ده او ايا كان، يعني في الاتجاه ده او العكس. ده اول نوع. في نوع تاني اسمه لاتش ريلي، وده بنلاقيه الناس اللي شغاله في مصانع باور، او الناس اللي جات لها فرصه تخش في مصانع فيها حاجات تقيله مثلا زي مصانع الحديد، او المصانع اللي بيكون فيها مثلا مواتير ضخمه، فبيكون عندهم الريلي ده بتلاقي فيه زرارين في لوحه التحكم دايما كده عندهم، في لوحه التحكم فيه زرار كده اسمه ستارت،
وزرار اسمه ستوب، دايما بتلاقيهم في لوحات التحكم. يعني حتى ممكن الناس اللي بتعمل لوحات تحكم مثلا لمزرعة او كده بتلاقي عندهم الكلام ده. ايه اللاتش ريلي ده عبارة عن ايه؟ اللاتش ريلي ده عبارة عن ريلي بيشتغل بمفتاحين، واحد ستارت واحد ستوب. خلينا نفهم فكرته كده. في الاول الكهرباء داخلة هتخش في الاتجاه ده الاحمر، تعدي تكمل تكمل، تلاقي ان هنا الطريق ده مفتوح مفيش كهرباء هتعدي. طب لما هنعمل ستارت هيحصل ايه؟ هندي هنا دوسة صغيرة كده فالكهرباء هتمشي بالشكل ده، تقوم توصل للملف. اول ما توصل للملف، الملف ده هيشتغل وهيجذب الطرف ده كده، الطرف اللي فوق بتاع الملف ده جاله كهرباء من كام نقطة؟ جايله من هنا وجايله كمان من هنا، الطرف ده كمل. فاول ما انا افصل المفتاح بتاع الستارت، المفتاح بتاع الستوب ده مكمل ومدخل لي كهرباء، كهرباء ماشية كده اهو خلاص مكملة وداخلة تاني على الملف. فطالما انا فصلت الستارت خلاص الكهرباء شغالة والملف شغال. لو انا جيت فصلت الستوب هلاقي الكهرباء هنا فصلت والريلي وقف، ده اسمه لاتش ريلي. في طبعا اشكال كتير منه وفي طرق كتير، بس دي يعني ابسط طريقة حبينا نشرحها بيها. في حاجة تانية اسمها السوليد ستيت ريلي. السوليد ستيت ريلي ده الناس بتاع الالكترونكس بيكونوا عارفينه جدا، وان شاء الله هنشرحه برضو قدام بتفصيل اكتر او هنعمل الدايره بتاعته. بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن كده ديود صغير، اول ما بندي له كهرباء بينور بيطلع اضاءه. في حاجه اسمها ليزر ترانزستور او فوتو ترانزستور، اول ما يجي عليه اضاءه هيشتغل، يقوم يعمل لي شورت سيركت. وبكده اول ما تيجي شورت سيركت هتخش كهرباء على الجيت بتاع الموسفت ده، وتمام يبقى كده الحمل يقدر يمشي فيه كهرباء. الموسفت ده طبعا او السوليد ستيت ريلي في انواع، فانت لازم وانت رايح تشتري تشوف انت عايز الموسفت ده يستحمل كام. في مثلا يستحمل لغايه 10000 فولت 5000 فولت زي ما انت عايز، بس انت لازم تكون عارفه. هنا مثلا معانا 12 فولت، يعني الموسفت ده هنا 12 فولت وخلاص يقف. في منه انواع كتير تمام. طيب خلينا كده نرجع للعمل بتاعنا ونشوفه. احنا في العمل بتاعنا هنا عندنا كذا حاجه. عندنا مثلا اول دايره عملناها بالاردوينو، احنا بنعمل كورس اردوينو برضو ممكن تشوف بنشرح فيه الحاجات دي. فعاملين برنامج صغير بنتحكم فيه بالريلي ده. الريلي هنا بيشغل فولت 220، يبقى انا هنا بطارية 9 فولت والريلي 5 فولت، وقدرت اتحكم في حمل 220 فولت. طيب ايه تاني معانا؟ عندنا السويتش او الريلي اللي احنا قلنا عليه الريد، خلينا نشوفه كده الريد ريلي. خليني كده اوريك دايرة عنه اهو. بص شايف الريلي ده، اللمبة دي كده مش شغالة، هي واخدة كهرباء من البطارية هنا بس مفيش كهرباء بتعدي فيها. بمجرد ما اجيب مغناطيس واقرب كده شايف اللمبة اشتغلت. اول ما نشيل المجال المغناطيسي تاني اهو، واخد بالك ازاي اللمبة شغالة؟ يبقى احنا كده اتحكمنا في الاضاءة بتاعت اللمبة دي بمجال مغناطيسي. فده الريلي ده بيعتمد على المجال المغناطيسي، ده اسمه ريد ريلي. في خلينا نشوف كده ده الريلي اللي شحرنا اهو، متهيألي واضحة. ادي الملف طرفينه وادي الطرفين دول، اول ما ندي كهرباء تخش لتحت يقفل الدايرة. طيب انت كده بتقول لي الريلي ده ممتاز جدا، يعني ليه مميزات ان انا بعمل بيه انترفيس بين دوائر مختلفة في الباور، ف يعني ما فيهوش اي عيوب، فتمام خلاص احنا كل دوائرنا هنشتغل بريلي. يعني مثلا هنا البوردة دي معانا بتستعمل مع اردوينو، شايف فيها كام ريلي، طب ممكن توصل كام حمل، فيعني حاجة ممتازة جدا واستعملته كتير. هل ليه عيوب؟ هل الريلي ده ليه عيوب؟ طيب العيب بقى الأول حاجة بالنسبة له الحجم. زي ما أنت شايف الحجم بتاعه كبير، فأنا مثلا لو هوصله بدايرة زي دي حجمها كبير جدا. فأول مشكلة في الحجم، إن أنا مثلا ممكن أعمل سويتش تاني بس بالإلكترونيك بترانزستور صغير ومقاومة صغيرة يبقى معايا سويتش. فأول مشكلة فيه مشكلة الحجم. إيه تاني بقى المشكلة فيه التاني؟ المشكلة إن هو كل ما بنقفل هنا بيحصل شرز. فلو بصينا مثلا الريلي ده تلاقي هنا ايه؟ لونه اسود من جوه. ده ايه اللي حصل؟ ان هو من كتر ما اشتغل حصلت قفله واطراف التوصيل دي باظت، فبالتالي الريلي بقى يقفل مفيش حاجه بتشتغل. ده تاني عيب ليه. العيب التاني او العيب التالت كمان معلش، العيب التالت هو عباره عن ايه؟ عباره عن المجال المغناطيسي. لو احنا بنستعمل دوائر زي دوائر الاتصالات ما ينفعش يكون فيها ريلي، لان الريلي ده لما بيخش كهرباء بيطلع مجال حواليه. فلو عندنا دايره مثلا زي الدوائر اللي فيها ترددات عاليه مثلا زي دوائر الموبايل او دوائر الراديو او الكلام ده، ما ينفعش نستعمل فيها ريلي ابدا، لان هو العيب ده قاتل بالنسبه له. طيب الاخر حاجه بقى محتاجين نشوف الريلي لما نشتري نقرا ايه. اول حاجه انت محتاج تبص هنا بتلاقي مكتوب عندك
ان هو الريلي ده كام فولت، هنا مكتوب ان هو 5 فولت. محتاجين بقى نشوف هو بيستحمل ايه. هو بيقول لك هنا بيستحمل 7 فولت و 7 امبير و240 فولت، ده في حاله الاي سي. والناحيه وتحتها على طول كاتب لك 10 امبير او 28 فولت، ده في حاله الدي سي. فكل ريلي بتشتريه بتلاقي مكتوب عليه استعمالاته. فانت وانت رايح تشتري بتقول له انا عايز ريلي يستحمل كذا فولت وهشغله بالفولت ده. زي ايه مثلا؟ خلينا نشوف مثلا الريلي ده اهو، الريلي ده مثلا 12 فولت، فده بيستعمل لغايه 12 فولت. لو شفنا مثلا الريلي ده، بس مش عارف هيبان ولا لا، هي مش باينه شويه اهي كده. يعني ده بيشتغل بيستحمل 24 فولت، بتتحكم فيه وبتتحكم في لود بيوصل لغايه 250 فولت و18 امبير. هي مش واضحه، صغير خط صغير، بس يعني ده 250 فولت لغايه 18 امبير. الصغير ده اللي كان معانا كان لغايه 7 امبير اي سي، ده 18. فانت على حسب الحمل بتاعك هتقرر انت تشتري انهي نوع من الريلي. عايز مثلا تشتري حاجه زي كده برضو، ده ليه استعمالاته كحساس جدا، الريلي حساس فممتاز برضو. فده كان الشرح بتاع الريلي بتاعنا، وده كان خامس فيديو في سلسله الالكترونكس. لو استفدت معانا ما تنساش تشترك معانا في القناه، ما تنساش تدينا لايك عشان ده بيشجعنا جدا، وكمان بيوصل لليوتيوب ان ده محتوى كويس. وانشر الفيديو بين اصحابك وخلينا نشوفك فيديو جديد. وبرضو ما تنساش لو ليك اي سؤال سيبه لنا في الكومنتات واحنا بنرد عليه في سلسله سؤال واجابه، عاملين سلسله مخصوص للسؤال والاجابه بتاعه اسئله الناس في الكومنتات. وشكرا.